لحمة مفرومة وحمص مطحون ني يعني سيتس أو حبوب، بصل وتوم وبهارات وجوز الطيب وقرفة، وهنحط حبة كزبرة خضراء، شوية شبت، شوية فلفل حار، هنحبش الدنيا بحلو كده حرش. وادي شوية بصل مش كتير، وادي كمان شوية توم صحيح، اشيلهم قدامي بدل ما اكلهم، لان كنت بحكي مع محمد دلوقتي على التوم وبتاع خوف منه كده. بقى هنعمل ايه؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا ماشي اهو. هنجيب بقى شوية طماطم فريش أو طماطم بوريه، نحمرصه من الأول كده الأول، نصلي على الحبيب، خش يا أستاذ جمال، شوية كزبرة خضرة، خش 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 خش، الله الله الله، كده ندعم مكعب مرق. اهو شوية كاري تاني، نجيب الطماطمتين دول نبشرهم. يا ابني المبشرة فين يا ابني؟ خدتها يا ابني. نحط صوص الطماطم، مش هي انا مش عايزة طماطم كتيرة، بس دي عشان تبقى ميزة شوية، هنحطينا كاري وكركم، وهنديها شوية كزبرة خضراء، وهنحط لها الكفتة اللي احنا بنحمرها، ومعاها السيدز اللي هو حبوب.